السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الأعزاء. في مساق التحقق من جودة البرمجيات Quality Assurance أو ضمان جودة البرمجيات، اليوم إن شاء الله سنبدأ في الوحدة الرابعة والتي بعنوان The Component of Software Quality Assurance System. اليوم من خلال دراستنا واطلاعنا على الوحدة الرابعة سنتطرق إلى مواضيع عديدة، وحيكون من أهمها اللي هو The Quality Assurance System and Software Quality Assurance Architecture. طبعا بعد هيك حنحكي إنه في البري بروجكت كومبوننت، ومن ضمن البري بروجكت كومبوننت حنحكي في الكونتراكت ريفيو ديفلوبمنت اند كواليتي بلانز. بعد هيك حنحكي في من احد المكونات ايضا السوفت وير بروجكت لايف سايكل كومبوننت، هيكون معنا ريفيو اكسبيرت اوبينيون سوفت وير تيستينج سوفت وير مينتيننس كومبوننت اشورنس اوف كواليتي اوف ذا اكسترنال بارتيسيبنت ورك. بعد هيك حنحكي في الانفراستراكشر كومبوننت فور ايرور بريفنشن اند امبروفمنت، وحتتطرق الى البروسيجر اند ورك انستراكشن سبورتنج كواليتي ديفايس ستاف تريننج بريفنتيف اند كوركتيف اكشنز دوكيومنتيشن كنترول. من ثم حننتقل للنقطه المهمه اللي هي في المانجمنت اوف سوفت وير كواليتي اشورنس كومبوننت بروجكت بروجريس كنترول سوفت وير كواليتي ماتريكس سوفت وير كواليتي كوست. ايضا حنتطرق في الوحده الرابعه للسوفت وير كواليتي اشورنس ستاندرد سيستم سيرتيفيكيشن اند اسسمنت كومبوننت، واخر نقطه حتكون معنا في الوحده الرابعه اللي هي بعنوان اورجنايزنج فور سوفت وير كواليتي اشورنس. طبعا اليوم اول ما حنبدا حيكون معنا اللي هو العنوان زي ما انتم شايفين سوفت وير كواليتي اشورنس سيستم كومبوننت. من خلال هذا الوحدة أو من خلال هذا الفصل هيكون متاح إن معرفة العرض التخطيطي لمجموعة واسعة من المكونات الرئيسية في السوفت وير كواليتي أشورنس، وهذه المكونات بتتأثر من خلال المؤسسة أو من خلال الشركة اللي بتعمل فيها. إذا أنت بتعمل في شركة سوفت وير هتتأثر من خلال السوفت وير، إذا أنت بتشتغل في شركة هارد وير هتتأثر في المحيط الخاص في البرودكت أو في خط الإنتاج الخاص في البرودكت. طبعا هتتميز النقاط هذه إنه أنت تكون على دراية كاملة في الريكويرمنت للبرودكت والريكويرمنت للعمل من خلال هذه المؤسسة. طبعا زي ما احنا عارفين انه احنا لو رجعنا وسألنا انه what is quality attribute of software، ايش النقاط او الكاركترستيك اللي ممكن انت تتعامل معها من خلال quality of software، حكينا انه اول نقطة انت بتحكي في الفانكشناليتي. الفانكشناليتي عبارة عن ايش؟ اللي هي عبارة عن effectively the software interact with other component of the system، انه انت كيفية التعامل مع الفانكشن اللي موجودة في داخل السوفت وير. الكاركترستيك نمبر 2 الريليبيليتي طبعا، وبعد هيك قلنا ايضا في كاركترستيك عندنا اليوزابيليتي وافيشنسي، ومن ثم انتقلنا ل كاركترستيك نمبر 5 المينتينابيليتي والبورتابيليتي. هذه النقاط او هذه الكاركترستيك للسوفت وير ادت فينا انه احنا نسال سؤال what is software quality assurance system component. فقال لك اول نقطه انه في عندنا البري بروجكت بلان. البري بروجكت بلان ايش بالضبط المقصود فيه؟ اللي هي الخطه ما قبل البدء في المشروع. الخطة ما قبل البدء في المشروع انه انت يجب انه انت تحدد الموارد، تحدد ايش النقاط، تحدد المكونات المطلوبة للمشروع، وتحدد ايضا الجدول الزمني. يعني انت تقول انه والله انا في عندي جدول زمني
الجدول الزمني للمشروع، انه المشروع لازم يقعد معنا مثلا خلال شهر اكون انا منجز المشروع، فهان انا حددت الجدول الزمني. طيب والمتطلبات او الموارد المطلوبه للمشروع، انه انت مثلا تحدد انه انا والله بحتاج على سبيل المثال في السوفت وير بحتاج اندرويد ديفلوبر، وبحتاج يو اي يو اكس، وبحتاج ايضا اللي هو الويب على سبيل المثال. الثلاثة هذول المحتاجهم أنا في المشروع، والسيستم أناليسيس. لقيت إذا أنا وفرت الموارد هذه وحددت الوقت الزمني، بضل عندي إيش بالضبط؟ بضل عندي الميزانية، إنه أنا بدي أحدد أيضا إنه قديش الميزانية الخاصة في هيك مشروع. فإذا أنا حددت النقاط هذه كلها، بعد هيك أنا ببدأ أتعامل في أمور تانية، ببدأ أحدد في نقاط تانية. طبعا البري بروجكت كومبوننت زي ما انتم شايفين هان، في عندنا ديفلوبمنت بلان، في عندنا كواليتي بلان، سكيدجولر، ريكوايرد ريسورس، ريسك ايفالويشن، بروجكت ميثودولوجي. طبعا النقاط هذه اللي موجوده امامنا هي اللي حكينا فيها، انه انت بتحدد موارد، جدول زمني، ميزانيه، بتحدد ايش اللي انت بدك تشتغل فيه، نوعية المشروع، وطبيعة العمل اللي حتكون معك. طبعا Software Quality Assurance System زي ما انتم شايفين في الرسم اللي امامنا هان بتنقسم لقسمين، لكن احنا قبل ما اروح للجزئين الموجودين عندنا هان، Pre-Project Software Quality Assurance Component وPre-Project Software Quality Assurance Component من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار. طبعا هذه الجزئين اللي من اليمين ومن اليسار اللي هي الجزئين او النقطتين المهمات في البري بروجكت سوفت وير كواليتي اشورنس. قال لك اول نقطة اللي هي كونتراكت ريفيو. لقيت انا لما بحكي في كونتراكت ريفيو معناته انه انا بدي ابدا اقسم وين النقاط اللي أنا ممكن أتعامل فيها. بعد هيك قال لك الديفلوبمنت أند كواليتي بلانز، يعني هاي الديفلوبمنت كواليتي بلان والكونتاكت ريفيو. لقيت الجزئين هذول هم المهمين عندي في وين؟ في البري بروجكت سوفت وير كواليتي كومبوننت. طيب طالما انا بحكي في النقطه هذه انه انا في عندي قبل ما قبل البدء في المشروع لازم اكون محدد النقطتين هذول، طب ايش انا بقصد فيهم النقطتين هذول؟ قال لك انه هذه المكونات انه انت لازم تحكي في الموارد المطلوبه من ناحية الأجهزة، من ناحية الموارد البشرية، وبعد هيك بدنا نحكي في خطة التنمية، بعد هيك بدك تحكي في الجداول، تقييم الخطر risk management أو risk evaluation، بعد هيك الخطة اللي أنت حتسويها لحتى تضمن جودة السوفت وير كواليتي اللي عندك. من ثم حكينا في منهجية المشروع، كيفية بدء المشروع، كيفية البدء والتعامل في النقاط المهمة في داخل المشروع. طبعا هذا أول نقطة في وين؟ في Software Quality Assurance Component، يعني هاي في عندنا هان Formal Design Review، Peer Review، Experts Opinion، Software Testing، Software Maintenance، Software Quality Assurance of External Participants. لقيت هذه كلها هي النقاط تعتمد في نقطة أو بنقدر نعتبرها هي الـ Project Life Cycle Software Quality Assurance Component. طبعا النقاط هذه كلها هي حنتطرق لها بالتفصيل خلال محاضرتنا اليوم إن شاء الله. لقيت أنا في عند الـ Contract Review، Contract Review قال لك في عندك أكثر من نقطة أنت تتعامل معها. قال لك انه الكونتراكت ريفيو لازم انه يحتوي على بعض من النقاط، بعض من تفصيل للاكزيمينيشن، لايش؟ للبروجكت بروبوزال درافت،
ومن ثم كونتاكت درافت. يعني انت اول نقطة في الكونتاكت ريفيو بدك يكون عندك بروبوزل، ومن ثم بعد هيك بدك تحكي في الكونتاكت درافت. الجيل قال لك في الكونتاكت ريفيو لازم يحتوي على نقاط، النقاط اللي هي clarification of the customer requirement. clarification انه انت توضح ايش الكاستمر بده، ايش الزبون اللي انت موجود عندك بيرغب في ايش، لحتى احقق النقطة الرئيسية في الكواليتي assurance satisfaction of the user. طب هذا هو النقطة. قال لك النقطة الثانية review the project scheduler and resource requirement estimate. انا ببدأ اقيم احدد يعني اسوي استيميت لايش بالضبط، للريسورس ريكويرمنت الخاصه في البروجكت. evaluation of the professional staff capacity to carry out the proposed project. لقيت انا بعد ما حددت اول نقطتين بسوي تقييم للبروفيشنال ستاف الموجودين عندي، هل انه انا بقدر اقوم بهيك مشروع ولا لا. النقطه الرابعه evaluation the customer capacity to fulfill his obligation. تمام؟ انه النقطة الرابعة انا ايضا بحدد هل انه الكاستمر في النهاية حيتلبى كل رغباته، ححقق له كل اللي كان بيرغب فيه ولا لا. اذا والله انا النقاط هذه ما قدرت احددها معناته انه انا في عندي مشكلة، لانه هذه النقطة الاخيرة اهم نقطة اللي هي evaluation of customer capacity to fulfill his obligation. انه انا بدي اقدر اوفي او البي الالتزامات اللي انا اتخذتها مع الكاستمر. لقيت اخر نقطة evaluation of development risk، بدي أقيم المخاطر الموجودة عندي، هل أنه والله أنا المخاطر هذه في إمكانية أتغلب عليها، هل أنه المخاطر هذه حيكون في عندي ريسك عالي إذا أنا ما سويت لنفسي خطة لتجنب هذه المخاطر، سواء مثلا التجنب أنه مثلا الاستاف صار عنده مشكلة فيه، سواء أحد الاستاف صار عنده مثلا ظرف خاص، صار عندنا مشكلة في الهاردوير، صار عندنا مشكلة في الدعم الخاص في المشروع. فكل هذه النقاط أنا بحددها من خلال الكونتاكت ريفيو اللي بيصير مع الكاستمر وبحدده من البداية. طيب هذا أول نقطة في البري بروجكت كومبوننت. النقطة الثانية قال لك اللي هي development and quality plan. development and the quality plan قال لك انه انت مجرد انه انت بيصير في عندك كونتاكت او تم توقيع العقد اللي بينك وبين الزبون، بعد هيك انت بدك تبدا ايش تسوي، بدك تبدا تحضر للمشروع development plan. قال لك البلان عندك include additional details and need revision based on a prior plan that provided the basis for current proposal and contract. انه انا في النقطة هذه قال لك انه في عندك نقاط انت لقيت بدك تعتمد عليها. هذه بتعتمد على وين النقاط؟ بتعتمد على انه انت تحدد جلسات اولية لحتى تبدأ في تنفيذ المشروع. من خلال الجلسات هذه ومن خلال التقييمات هذه الأولية انت لازم تبدأ تقول انه انا والله في عندي لازم ابدأ اغير. اغير في ايش؟ انه والله اغير في طبيعة العمل اللي حبدأ فيه الجيت. يعني انت اليوم بديت مشروع جديد لازم يكون في عندك مثلا سيستم معين تبدأ تشتغل عليه، اللي هو
كيفية البدء في هذا المشروع الجديد. طب إيش بيتطلب مني في الديفلوبمنت أند كواليتي بلان؟ أنا في عندي مراحل لقيت. قال لك المين إيشو تيدن إن ذا بروجكت ديفلوبمنت بلان، أول نقطة قال لك سكيدجول، ثاني نقطة ريكوايرد مان باور أند هاردوير ريسورسز، ريسك إيفالويشن، أورجانيزيشنال إيشو، بروجكت ميثودولوجي، ديفلوبمنت تولز، بعد هيك النقطة الأخيرة سوفت وير يوز بلان. قال لك يعني النقاط هذه اللي أنت لازم تحددها في الديفلوبمنت، قال لك لازم تحط جدول زمني. بعد هيك بدك تشوف الهيومن ريسورس اللي عندك، المان باور اللي هو الموارد البشرية، سواء موظفين سواء كان ديفلوبر UI UX وسيستم اناليسيس، سمي ما شئت من الهيومن ريسورس الخاص في السوفت وير. وبعد هيك قال لك ايضا بدك تحدد الهاردوير، مثلا انا بشتغل كتستنج، التستنج مطلوب مني يكون معي مثلا جهاز اندرويد، مطلوب مني يكون معي جهاز ماك للاي او اس، جهاز ايفون للموبايل ابلكيشن للاي او اس موبايل ابلكيشن، فهذه الهاردوير ايضا مطلوبه. بعد هيك ايضا في الديفلوبمنت بدي اسوي ريسك ايفالويشن، تقييمات للمخاطر اللي موجوده عندي في داخل العمل الجيت، وليس اللي هي قبل تنفيذ المشروع. من ثم انا بدي ابدا في الاورجنايزيشنال ايشو اللي هو قال لك اعضاء الفريق اللي حيتعاملوا معك، كيفيه التعامل معهم من الداخل، كيفية التعامل مع الميثودولوجي الخاصة في المشروع. من ثم قال لك انه software use plan، انه بدي اعمل خطة لعادة استخدام البرنامج هذا من بعد مرة ومرات متتالية. software project life cycle، لقيت انتهينا من البري ريفيو، حكينا انه في عندنا كونتاكت، وفي عندنا اللي هي النقطه الثانيه انه كيفيه التحديد من خلال الديفلوبمنت اند كواليتي بلان. تمام، هذا اول نقطتين كان في البري بروجكت. لقيت انا بدي احكي في نقطه جديده اللي هي software project life cycle component. لقيت في software project life cycle component هنعتمد على نقطة انه في عنا development stage وفي عنا operation maintenance stage. طب ايش بقصد في هذا وايش بقصد في هذا؟ انه مرحلة التطوير انا لقيت بدي ابدا احكي في دورة حياة المشروع، انه انا في عندي مشروع وبدي ابدا احكي في مرحلة الحياة او دورة الحياة الخاصة في المشروع، فبدي احكي في مرحلة التطوير الخاصة في المشروع، وبدي احكي ايضا في مرحلة صيانة التشغيل الخاص بالمشروع. اذا والله انا حكيت في مرحلة التطوير، فانا هحكي بقول انه انا بدنا نحدد الاخطاء الموجودة في وين؟ في التصميم، وبدنا نحدد الاخطاء الموجودة في البرمجة. ومن ثم هذه النقاط بتنقسم لعدة أقسام. النقاط هذه بتنقسم للريفيو، للمراجعات، من ثم بتنقسم للإكسبيرت أوبينيونز، آراء الخبراء الموجودين في هذا المجال. بعد هيك بدي أحكي في السوفتوير تيستينج، في الاختبار، هذه كلها وين؟ في مرحلة التطوير الموجودة في دورة حياة المشروع. يعني أنا اعتمدت على مراجعات، اعتمدت على آراء الخبراء في هذا المجال، اعتمدت على اختبار البرنامج. بعد هيك النقطة الأخيرة اللي هي software maintenance، صيانة المشروع أو صيانة التشغيل، مرحلة الصيانة. assurance أيضا of the quality of subcontractors work and customer supplied parts. زي ما انتم شايفين هان عندنا في الرسم project life cycle component، قال لك انه في عندي review
زي ما حكينا أول نقطة، بعد هيك الإكسبيرت أوبينيون آراء الخبراء، سوفتوير تيستينج، سوفتوير مينتيننس، سب كونتراكتورز كواليتي أشورنس. هذه الرسمة اللي هي مهمة معنا بالنسبة لدورة حياة المشروع الخاص فينا. كيفية البدء، حكينا انه في عنا بري بروجكت والجيت، هاي حكينا في البروجكت لايف سايكل كومبوننت. من ثم الجيت بدنا نبدا نحكي بالتفصيل في الريفيو، بالاكسبيرت اوبينيون، بالسوفتوير تيستينج، سوفتوير مينتيننس، سب كونتراكتورز كواليتي. فحتكون عندنا كالتالي، انه قال لك في الريفيو انت في عندك اكثر من مثلا نوع، انه الريفيو انه ممكن تنقسم عندك لقسمين او تفصل لفئتين. الفئة الأولى اللي هي الدي ار، اللي هي ديزاين ريفيوز، مراجعة الديزاين. الفئة الثانية البير ريفيو، القبل ما قبل الريفيو، قبل المراجعات. لقيت أنا بدي أبدأ أحكي في أول نقطة، إنه هاي أنا حكيت في الريفيو قلنا بتنقسم لقسمين، في عنا الفورمال ديزاين ريفيو والبير ريفيو. لقيت لما انا باجي بقول لك انه في الريفيو في المراجعات، ايش بقصد انا بشكل عام؟ لو احنا يعني اطلعنا انه انا بدي اسوي مراجعات، اول نقطة قال لك انت بدك تراجع الديزاين بشكل عام، بعد هيك قال لك البير ريفيو انه انت بدك تراجع الأمثلة أو الاقترانات أو الأشياء المشابهة لهذا المشروع، بدك تسوي لها مراجعة وتبدأ تسوي مثلا إسقاط لبعض العناوين، لبعض المفاهيم في داخل المشروع الموجود معك. من ثم بدنا نحكي في وين؟ في الإكسبيرت أوبينيون. أول نقطة عرفنا أنه في عندنا فورمال ديزاين ريفيو وبير ريفيو، اللي هم مراجعة الاقتران الداخلي الموجود في داخل المشروع. من ثم في عنا الاكسبيرت اوبينيون، اراء الخبراء. اراء الخبراء لما انا باجي بقول لك انه والله بدنا اراء الخبراء في مجال معين، اراء الخبراء في مجال معين بيتطلب منك انه انت تكون على علاقة مع بعض الاشخاص ذو الخبرة في هذا المجال. لقيت أنا لما بألجأ لبعض الخبراء في أي مشكلة كانت، لقيت أنا ممكن أستفيد في الحالة هذه، ممكن أستفيد أنه في عنده القدرة للتغلب على المشاكل الداخلية اللي هي تواجه أي ديفلوبر أو بتواجه أي تيم ليدر موجود لهيك مشروع. فأنا الخبير ممكن أنه يفيدك في هيك شغلة، أنه يقول لك والله إيش الخطوات اللي أنت ممكن تتبعها لحتى تتجنب هيك مشاكل. القيت قال لك أنه أنت في المؤسسات الصغيرة مثلا تختلف على الاكسبيرت اوبينيون عن المؤسسات الكبيرة. المؤسسات الكبيرة بتطلب يكون في عندهم مثلا ناس خبراء بس في المجال للاستشارات فقط، يعني هو ما بيشتغل الا استشارات، بكون هو استشاري لهيك مجال. من ثم انه انت بعد هيك بدنا نحكي في السوفتوير تيستينج. software testing قلت لما انا باجي على software testing، فانا تلقائي لازم ابدا احدد انه انا بدي اسوي تيست لهذا السوفتوير. طبعا في عنا حكينا في المحاضرة يوم السبت اللي كانت على الزوم، حكينا في انواع المانيوال تيستينج
ومن ضمنها كان في عندنا regression testing اللي مثلا security, performance, سمي الفانكشناليتي, السموك, السانيتي تيستينج. كل هذه الانواع المانيوال انت ممكن تستخدمها في البدايه كسوفت وير تيستينج. تمام, لقيت السوفت وير تيستينج قال لك انه هي constructed from a variety of tests, اما كان مانيوال او بالاوتوميت. فهذه انت في خلال مرحلة التستنج اللي انت بتتبعها لفحص السوفت وير الموجود عندنا. طب بعد هيك قال لك انه السوفت وير مينتنانس. السوفت وير مينتنانس قال لك بيتكون من عدة نقاط. وممكن انه انت تنقسم عندك المينتنانس كومبوننت في داخل السوفت وير لعدة فئات. أحد الفئات هذه these service fall into the following categories software maintenance, corrective maintenance, adaptive maintenance, functionality improvement maintenance. اللي هي هذه الثلاث أنواع أو الثلاث فئات اللي أنت ممكن تنقسم إليها اللي هي software maintenance component. طب ايش بقصد في الكوركتيف مينتنانس؟ قال لك انه هذه الصيانه اللي انت ممكن تصحح من خلالها الخطا, تصحح من خلالها ايرور موجود, تصحح من خلالها عدم فهم لريكويرمنت موجود في الاساس. فهذه الخدمات هي عباره عن خدمات دعم المستخدم وتصحيح كود البرنامج وفشل التوثيق. يعني اي شغله في الكود, اي شغله في توثيق البرنامج, اي شغله في دعم المستخدم, فهان تلقائي انا بتعامل مع الكوركتيف مينتنانس. طيب اذا انا تعاملت مع الادابتيف مينتنانس معناته انت بدك تتعامل مع الصيانه اللي هو للتكيف او لتكييف البرنامج مع الظروف المحيطه. كيف يعني؟ انه والله انا موجود معي برنامج لكن او سيستم, لكن العملاء او الزباين اللي هيتعاملوا مع السيستم هذا ما عندهم اللي هو الاساسيات للتعامل مع البرنامج. فهان انا بدي يعني اسوي ميك اب لمين؟ للواجهات, ميك اب لا البرنامج ككل, ومن ثم أخليه يتناسب مع طبيعة العملاء الموجودين لكن دون تغيير في الفانكشناليتي الرئيسية. يعني الفانكشناليتي الرئيسية للبرنامج أنا ما بغير فيها أي إشي. فانكشناليتي امبروفمنت مينتنانس قال لك إنه هذه إنه أنا بدي أسوي صيانة للوظائف ولتحسين الوظائف الموجودة في داخل التطبيق هذا أو في داخل السيستم مع وجود تقيد في وين؟ في الريكويرمنت الأساسية إنه أنت حتتعامل مع سوفت وير. السوفت وير بدنا نحسن مثلا البرفورمانس, بدنا نحسن الفانكشنز الموجودة فيه مع وجود انه انا في عندي تقيد في الريكويرمنت الاساسيه الموجوده في داخل التطبيق او في داخل السيستم. تمام, فهذه كانت معنى اللي هي النقاط الخاصه بالسوفت وير مينتنانس كومبوننت. حكينا انه احنا في عندنا يعني بهيك اخر نقطه كانت في وين؟ في النقاط اللي هي خاصة بالSoftware Project Life Cycle Component. يعني حكينا في Review, حكينا في Expert Opinion, حكينا في Software Testing, حكينا في Software Maintenance. لغاية هان منتوقف اليوم ولا أن نلقاكم في المحاضرة القادمة. تحياتي لكم ويعطيكم ألف عافية.